وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الشاعر والناشط المدني شاكر السامر. أهلا ومرحبا بك أستاذ شاكر. بداية، أكثر من 700 إصابة خلال التظاهرات أدرجت ضمن الإعاقات المزمنة، بما تفسر استمرار القمع المفرط من قبل القوات الحكومية للمتظاهرين؟ لكم ولضيفكم والأستاذ الكريم، هي لجميع المتظاهرين الرحمة الإلهية لجميع شهداء تشرين، ونرجو من الله أن يشافي جميع الجرحى. عفوا، سؤالك ما فهمته. أكثر من 700 إصابة أدرجت ضمن الإعاقات المزمنة، يعني كيف تفسر استمرار وإصرار الحكومة والقوات الأمنية على قمع المتظاهرين بشكل مفرط؟ هذه هي الحكومة فهمت بأنه الشعب في هذه الانتفاضة يريد وطن، وإرادة الوطن وتحقيق الوطن يعني هي بالنسبة للشعب العراقي أصبحت حياة أو موت. وبالنسبة لهم بالمقابل أيضا أصبحت بالنسبة للعملاء حكام المنطقة الخضراء القابعين فيها هي أيضا أصبحت حياة أو موت. فهم جاي يستميتون يعني في سبيل بقائهم وفي سبيل تحقيق مصالحهم، يعني لا أكثر ولا أقل، ما له غير تفسير. ولا هم شي هم يعني إبادة الشعب العراقي ما يهمهم، يعني جاي يخطفون ويقتلون ويستمرون في القتل والإجرام في سبيل بقائهم في هذه الفرصة. طيب، هل تعتقد أن الحكومة في بغداد قد نفد صبرها بعد محاولات الفض المستمرة للساحات من قبلها؟ نعم. هل تعتقد أن الحكومة في بغداد يعني لم يبقى لها صبر بعد أن يعني فشلت جميع محاولاتها في فض الاعتصامات؟ الاعتصامات والتظاهرات ما أعتقد، يعني إذا إحنا نسمع تصريحات المتظاهرين يعني السميتين في البقاء في الساحات حتى تحقيق مطالبهم المشروعة. الآن يعني حتى أكو دعم لوجستي من أبناء الشعب من القيارة والنشامة، طلبوا ذاك اليوم بطانيات و واشك مثل ما يقول، وشوف هبة الغيرة العراقية والشهامة العراقية لإنقاذهم. يعني مسألة عادية، يعني التلاحم الاجتماعي موجود إن شاء الله، والاستمرار موجود والصمود في كافة مناطق العراق، والشعب بعد يعني مثل ما قلنا هي حياة أو موت. فإذا ما تحققت هذه المطالب وما تنفذت يعني إرادة الشعب العراقي، فماذا يبقى للشعب العراقي؟ نعم، الشارع العراقي اليوم يغلي ولا توجد مطالب سوى إزالة الطبقة السياسية الفاسدة بكافة أطيافها. يعني إلى ما ترجعون هذا المطلب؟ هل انكشفت تلك الطبقة وما يحركها من الخارج؟ أستاذ شاكر، هل تسمعني؟ نعم. الشارع العراقي اليوم يغلي والمطلب الوحيد لهم هو إزالة الطبقة السياسية بكافة أطيافها وإزالة العملية السياسية. يعني هل تكشفت هذه الطبقة ومن يحركها من الخارج؟ هذا بالنسبة تقول لي هاي عبارة تكشفت بين قوسين، هاي موجودة هي مكشوفة للشعب العراقي، يعني مو مسألة جديدة الآن تكشفت، هم من البداية عرفوا. لكن هناك كانت طبقة معينة معدومة، يعني قالوا عنها بأنها مظلومة، وهم جاءوا لكي يعني يرفعوا هذه المظلومية عنهم. شعب كان يعني مغرور مخدوع، قسم من عنده يعني خلينا نقول قسم من عنده 40-50%. الآن بعد يعني بعد 16 سنة من حكمهم، هاي الكلمة يعني صح كل واحد يعرفها وتعرفوها أنتم، ما أريد نعيدها. يعني 16 سنة ما قدموا أي خدمات للبلد، عطالة، بطالة، خدمات متردية، صحة غير جيدة، تعليم متردي، جامعات يعني شهادتها ما معترف بها، الجواز العراقي أرزق جوازات بالعالم، بغداد أصبحت يعني أوسخ مدينة بالعالم، فساد مستشري بالبلاد، العراق يعني في تصاعد مستمر في البلاد لا ينتهي، وليس له هناك لا معالجة ولا إصلاح حقيقي. فالآن يعني ظهرت الصورة أوضح، هي مو تكشفت، هي مكشوفة. طيب، اليوم تسربت وثائق سرية عن الاستخبارات الإيرانية، تكشف هذه الوثائق أن لإيران دور مؤثر جدا ونافذ في حكم العراق، كيف تنظرون لهذه الوثائق وما جاء فيها؟ أيضا هذه الوثائق سواء ظهرت أو ما ظهرت، هم على الواقع هاي الحقيقة موجودة أستاذ، يعني سواء ظهرت الوثائق أو لم تظهر، هم التواجد الإيراني في العراق واضح،
واضح من قبل الشعب العراقي، لأن قاسم سليماني وخصوصا بعد خصوصا أقول هنا بين قوسين خصوصا بعد توقيع المالكي مع أمريكا على أساس إزالة يعني انسحاب القوات المحتلة، هم صرحوا يعني الإيرانيين صرحوا عبر مسؤوليهم بأنهم سوف يعني يتواجدون في العراق لإملاء الفراغ، وفعلا تواجدوا. فهذه الوثائق لا تقدم ولا تأخر بالنسبة لنا كعراقيين، أما بالنسبة للعالم ربما إلها فالدليل واضح، وربما تحفزهم لإنقاذ العراق أو إيجاد حكومة تحقق مطالب الشعب. أما مثل ما أقول وأكرر، هذه الوثائق لا تزيد الشعب العراقي يعني معلومة ولا أبدا. الشاعر والناشط المدني شاكر السامر، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.